السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الثالث ثانوي، أهلا بيكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، إحنا بنحل في ليسون 4 درس الألكينز، خلاص اللي هي الأوليفنز. طيب تعالى بقى، يلا ندخل في الموضوع على طول ونقول بسم الله كده. أول سؤال بيقول لك إيه؟ بيقول يا دكتور وات إز ذا مولكيولار فورمولا أوف السكند ممبر إن الأوليفنز؟ طيب إحنا قلنا الأوليفنز كهومولوجس سيريز ليها الجنرال فورمولا CnH2n يا دكتور. حصل قلنا طبعا هي لازم تكون بتكونتين ايه، دبل بوند، وده معناه عشان اول ممبر يظهر هيكون ما بين تو كربون وليس كربونه واحده، فبيظهر بالايه بقى، ها اللي هو C2H4 اللي هو اسمه الايه، الايسين او ايثيلين. قلنا الايسين هو ايثيلين، خلاص. اذا ده اول ممبر، هو عايز ايه السكند ممبر، يبقى السكند ممبر بعد ما بنقول C2H4 يبقى اكيد C3H كام، 2 تايمز 3 6 يبقى C3H6، خلاص يبقى C هي الرايت ايه تشويس. طيب اللي هو طبعا البروبين او بروبيلين. يلا اللي بعده، بيقول لي بوث الايثيلين اند البروبيلين. بص الايثيلين اللي هو الاولاني اس يعني C2، فاهم؟ C2H4 تمام؟ والبروبيلين يعني C3H كام H6، هاف ذا سيم ايه يا دكتور؟ هل الاثنين ليهم نفس الموليكيولار فورمولا؟ الاجابه غلط. ليه؟ لان البروبيلين بيزيد عن الايثيلين عن طريق مجموعه ميثيلين جروب، الميثيلين جروب اللي هي CH2، فاهم؟ فاكيد مش نفس المولكيولار فورمولا، وطالما مش نفس المولكيولار فورمولا فهم مش نفس المولر ماس، فاهمني؟ خلاص. طيب هل الاستراكشرال فورمولا، طب ما هي برضو مش الاستراكشرال، ليه؟ لان الايسين يا دكتور عباره عن سي دبل بوند سي بالشكل ده. طب البروبيلين، ها سي دبل بوند سي بوند سي، هنا اتش اتش وهنا اتش اي وهنا 3 اتش، فاهم؟ فهل الاستراكشرال دي زي دي؟ برضو الاجابه لا. يبقى للجنرال فورمولا اه، ان الاثنين بيخضعوا لسي ان اتش 2 ان، اذا يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوط. طيب عظيم جدا، يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور، بيقول لك ايه، بيقول لي النمبر اوف الكربون اتومز ان المولكيول اوف ذا الكين ويتش كونتين 10 هيدروجين اتوم از ايه. طيب واحده واحده، انت عايز عدد مين، عدد الكربون ان المولكيول اوف الالكين، طالما الكين فهو سي ان اتش 2 ان. الشاهد شوف هو عايز ايه، مش بيقول لي 10 هيدروجين، اه يبقى هنا 10، اذا يبقى ده ايه، نص ال 10 5، فهمت حاجه؟ يبقى اذا سي 5 اتش 10، اهو ده عباره عن ايه، ده عباره عن الالكين اللي كونتين 10 هيدروجين اتوم، يبقى ايه سي هي الرايت تشويس. وضحت؟ خلاص طبعا من الجنرال ايه، من الجنرال فورمولا تقدر تستنتجها بمنتهى البساطه. يلا اللي بعده، يلا يا دكتور، بيقول لك ايه، بيقول لك ان دي تشارت، في الشارت اللي قدامك دوت اوبن تشين الفاتيك هيدروكربون، يبقى انا عندي اوبن تشين الفاتيك هيدروكربون، اداني الكومباوند دبليو واداني الكومباوند اكس، خلاص الكومباوند اكس كومباوند واي وكومباوند زد، حلو كده؟ حلو. ايتش اوف ذا فولوينج ديسكرايبز ايذر ذا كومباوند اكس والدبليو الاكس واي زد اكسبت. طيب هو دلوقتي بيقول لي ايه، اوبن تشين الفاتيك هيدروكربون. طب هي الاوبن تشين الفاتيك هيدروكربون كان عندي منها نوعين، ايه هما؟ يا اما تكون ساتيوريتد، لو انت فاكر بقى السكيما القديمه، خلاص ساتيوريتد، يا اما يكون ايه unsaturated. حصل. طب الانساتيوريتد في عندنا منه نوعين طبعا، هنا الالكين وهنا الكين وهنا الكاين. خلاص. فهو بيقول لك ايه بقى، each of the following describe the compounds ديت except the chemical activity of the W, W is lower than that of the X. ال chemical activity هنا اقل من الاكس، الكلام ده ايه، ها هو خد بالك بيقول له كله صح ما عدا اكسبت، خلاص. فدي الجمله دي مظبوطه ليه، لان الكيميكال اكتيفيتي للالكين هي اقل حاجه، احنا قلنا طبعا اسمه بارافينز، يعني هو ما عندوش الابيليتي ان هو ايه يشارك في الكيميكال رياكشن عشان كله سنجل بوند من النوع السيجما ساتوريتد، انما فعلا الاكس مور اكتيف، فاهمني؟ فالجمله دي ايه، الجمله مظبوطه ان الدبليو اقل اكتيفيتي من الاكس فمش هختارها. طب النمبر اوف الهيدروجين اتوم في الاكس هنا اهو may be higher than or equal to the number of the C atom. طيب احنا بنقول ايه، هو بيقول لك عدد الهيدروجين اتوم اللي في الاكس، اللي في الاكس هنا الانساتوريتد، عدد الهيدروجين may be higher than or equal، يكون اعلى خلاص، او equal to the number of the C. ممكن ليه؟ ما انا عندي حالتين، يا اما يكون CnH2n او CnH2n ماينس 2. يعني لو هنا قلت C2H4 فهنا ايه، عدد الهيدروجين اكبر من اهو، هاير ذان الكربون اتوم اهو، الهيدروجين 4 والكربون 2، او C2H2 اللي هو الايه، اللي هو الاسيتيلين، فهمت اللعبه؟ خلاص، سواء كان الايثين او الاسيتيلين، فهمتني؟ اللي هو الايثين يعني.
مفهومه؟ فبص هنا الكربون ماله ايكوال اهو، ايكوال او هاير، فالجمله مظبوطه برضو فمش هنختارها. طب الواي تند تو رياكت باي الاديشن. الواي بص اي حاجه يا دكتور فيها دبل بوند تريبل بوند، اه الاثنين دول بيتفاعلوا فعلا بالاديشن، انما الاولاني ده بيتفاعل بالسبستيتيوشن، خلاص فالجمله مظبوطه مش هختارها. قول البوندز بتوين الكربون اتوم ان الزد هنا اهو ار سيجما تايب. لا طبعا الاجابه دي غلط، يبقى هي دي الايه الاكسبشن اللي انا هختاره، لان هنا انا عندي سي اول بوند ديت باي، والبوند اللي تحت ديت باي، واللي في النص ديت مالها سيجما، يبقى انا عندي كام؟ عندي 2 باي واحده سيجما، فطبعا مش كلهم سيجما. طيب يلا نشوف يا دكتور سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر. Which of the following chemical formula represent the highest number of the acyclic isomers؟ يعني ايه؟ عايز اعرف مين في الاختيارات دول عنده اكبر نمبر من الايسايكليك ايزومرز، يعني الايزومرز الايسايكليك الغير حلقيه. خلاص طيب هنعمل ايه اللعبه يا دكتور في الايزومرزم؟ ان احنا بنشوف اكبر عدد اوف الكربون، كل ما زاد عدد الكربون كل ما طبعا هيزيد الايزومرز. تمام، اذا هنا سي 4 هنا سي 4 هنا سي 3 هنا سي 2، اكيد سي 2 ده اقل واحد فيهم، وسي 3 برضو اقل حاجه. ليه؟ بص هو وات ايفر هو الكين ولا الكان ولا الكاين مش فارقه قوي، بمعنى ان هما كده كده 3 كربون يا دكتور، فاهم؟ كل اللي هتعمله ايه؟ هتحط لي الدبل بوند هنا مره خلاص، وهي هي لو حطيتها هنا فخلاص يعني عدد ايزومراتك ايه محدود جدا، هما 3 كربون، ومش هتعرف تشيل كربونه تحطها في النص زي ما اتفقنا، فلذلك الاثنين دول كده مستبعدين، يبقى انا كده ايه وفرت الدنيا خالص في احتمالين. طيب ايه اللي بعده بقى؟ اللي بعده مين في دول؟ بص يا باشا طالما عدد الكربون قد بعضه، حلو الكلام حلو الكلام، ده هنا ايه الكين وهنا ده ايه الكين خلاص، وهنا في برانش اعتقد البرانش تعرف تحركه فيديك احتماليه اكتر. طب ازاي؟ خلينا يلا نشوف ونشتغل. عندي سي 4 اتش 9 بي ار، ادي سي 4 اتش 9 بي ار خلاص، وعندنا سي 4 اتش كام؟ ها اتش 8 اللي هو الالكين العادي جدا. حلو حلو يلا نشتغل. بص بقى يا باشا بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، بص يا باشا نقول بسم الله بسم الله، اربعه كربون، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. اول حاجه حط لي البي ار هنا، متفقين متفقين يا مستر. طب الحاجه الثانيه هتقول لي واحد اثنين ثلاثه اربعه، هتحطيها بعد كده فين البي ار؟ هنا اهو، شكرا. البي ار هنا زي هنا، البي ار هنا زي هنا، اذا احنا كده خلصنا اول احتماليه خالص بتاعت تحريك البي ار. الاحتماليه الثانيه شيل لي كربونه من الطرف وحطها لي في النص، حاضر بقت كربونه اثنين ثلاثه تمام تمام، هنحط هنا الكربونه في النص، اذا عندي اول احتماليه البي ار يبقى هنا، الباقي كله اتشات يا دكتور، كل اللي انا سايبه ده انا وانت فاهمين ان ده كله اتشات، خلاص اجمع اتشاتك وتاكد ان الرقم صح ما تقلقش. يعني اجمع اتشاتك، هي طبعا اتش 9 مش 10 هنا 9 خلاص عشان تتاكد، ادي 1 2 خلاص 3 4 5 6 7 8 ايه 9، هتلاقي التسعه مظبوطين دايما، نفس الفكره 1 2 3 ها 4 5 6 7 8 كام 9، هتلاقيهم مظبوطين ما تقلقش تمام كده. طيب يبقى هنا مستر ايه ده اول احتمال يا دكتور. طب الاحتمال الثاني تقول لي مستر كربونه الثانيه الثالثه وهي زي ما هي مش عارف احرك البرانش ونقوم حاطينها هنا، شكرا مفيش حاجه ثانيه. يعني ايه؟ ما هو لو جبتها هنا هيبقى هو هو نفس ده بالظبط، فاهمني؟ وهو ده الاحتمال مفيش حاجه ثانيه، يبقى انا عندي هنا كام احتمالات؟ هنا اربعه يا مستر. يلا نشوف ده يا دكتور، يلا يا مستر. ها كربونه الثانيه الثالثه الرابعه، اول حاجه هنحط الدبل بوند هنا، طب اللي بعده كربونه الثانيه الثالثه الرابعه، هنحط الدبل بوند هنا، طب هتحركها فين تاني؟ هتحركها هنا، بقت خلاص بقت زي الاولى زي الحاله الاولى بالظبط، فاهمني؟ خلاص لذلك بص هنا احتماليه الاحتماليات ايه دي، احنا كده حركنا الدبل بوند، اللي ناقص انك خلاص انا كده خلصت الدبل بوند، هتشيل لي كربونه تحطها لي في النص بقى، يبقى انا عندي كده واحد كده اتنين، اه ادي كربونه الثانيه التالت، وحطيت كربونه في النص يبقى هنحط الدبل هنا اهو. بص بقى الفكره، حطيت الدبل هنا اه 1 2 3 4 دي بقت مظبوطه خلاص، يعني الكربونه دي دن امورها ستيبل، بس دي 1 2 يبقى 3 4. طب وهنا ها هتقول لي مستر ايه ناقص؟ اهو ادي الثلاثه وادي الثلاثه، يبقى هنا دول 6 6 حصل حصل 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي الثمانيه مظبوطين، فهمتني؟ اذا ده احتمال تاني اهو، ده احتمال ثالث. طب الرابع هتشيل الدبل تحطها هنا، هي هي زي دي، اذا هنا هم ثلاث احتمالات فقط للايزومريزم. فهمت انا عملت ايه الاول؟ حركت الدبل بوند، بعد ما حركت الدبل بوند خدت تفرع، وبعد كده حركت الدبل بوند، بس الدبل بوند لو اتحركت مفيش، هنا ثلاثه وهنا اربعه، يبقى هو ده الايه؟ ده الاكتر زي ما قلت لك، يبقى فين الايه هي الرايت تشويس. فهمتني؟ الموضوع انا عارف الايزومريزم مش كل الطلبه بتحبها ومش كل الطلبه بتفهمها في الاول، بس الموضوع مش احتمالات، احتمالات يا عم شوف ايه الاحتمالات اللي عندك هنا وهنا وهنا، وادرس احتمالاتك كلها وشوف الامور هترسي عليك على ايه. How many sigma bond and pi bonds are found in one mole of the ethene molecules؟ حلوة قوي، يعني ايه ايثين يا دكتور؟ هتقول لي مستر معناها C2H6
اتش 4 الايثين هو الايثيلين يا مستر، صح كده، برافو عليك. مالهم بقى؟ بيقول لك انا عايز اعرف عندك كام سيجما بوند وباي بوند. عادي الكلام ده يا جماعه بتاع ايه؟ بتاع سيجما وباي، كلام اهبل قوي. بمعنى انت حضرتك دلوقتي كلنا عارفين ان اي سنجل بوند سيجما، دي سيجما دي سيجما دي سيجما دي سيجما دي سيجما. عندك كام سيجما يا باشا؟ خمسه، ودي واحده بس باي، وعندك كام باي؟ واحده. يبقى انا عندي 5 سيجما وعندي واحده ايه؟ ها هنا 5 سيجما وعندي واحده باي. حصل حصل. وبناء عليه ايه اللي ايه بقى اللي هو عامله ده يا مستر؟ انا مش فاهم ايه اللي معمول ده. واحده واحده، انا لقيت رقم تايمز 10 باور 23، رقم تايمز 10 باور 23، اذا معناه ايه؟ مين الرقم اللي احنا خدناه تايمز 10 باور 23؟ هتقول يا مستر افوجادروز نمبر اهو. اذا معناه ايه؟ معناه ان الراجل ضرب الايه، ضرب النمبرز دي في افوجادروز، فاهمني؟ يعني سواء كان 5 او 1 ضربهم في افوجادرو. يبقى انا هنا عايز افوجادرو نمبر، ده افوجادرو نمبر، ده افوجادرو نمبر، ده مستبعد وده مستبعد، فاهم؟ يبقى انا استبعدت ايه واستبعدت دي، يبقى الاجابه يا بي يا سي. طب هعرف منين يا مستر؟ حضرتك تقول لي 5 تايمز افوجادرو 6، يبقى 5 تايمز 6 يطلع لك كام؟ ها 5 في 6 ب 30، فالمفروض يطلع 30، فاهم؟ يبقى 18 دي مستبعده، يبقى هي دي الايه؟ هي دي الرايت تشويز، يبقى نمبر سي هي الاجابه المظبوطه، فهمتني؟ بالاله طبعا تطلع لك على طول، واضح؟ طيب يلا نشوف يا دكتور سؤالنا اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. How many isomers are possible for the molecular formula C2BrCl Fe I؟ حلو قوي، يلا نشتغل. اول حاجه يا دكتور تقوم عامل لي ايه؟ سي بوند سي. حصل حصل. مرتبطين بايه بقى؟ مرتبطين بي ار سي ال، يبقى دي هنا بي ار ها سي ال، هنا اف، هنا اي، خلصت. هو ده. واكيد اللي في النص مالها؟ ها هتقول لي دبل، يبقى نيجي هنا نخلي دي دبل. طيب يبقى احنا معانا الايه؟ معانا الشكل ده. تعالى بقى يلا نترجم هنا اهو، ادي السي دبل بوند سي، ها عندك ايه الاول؟ عندنا سي ال بي ار، يبقى هنا سي ال، هنا بي ار، خلاص. هنا اف، هنا اه. حلو قوي. لو حبينا نسمي التحفه ده هتسمي ايه؟ بص بقى، عندك برومو وعندك كلورو، يبقى بي سي، خلاص. وعندك هنا ده اي، تمام. وعندك فلورو وعندك ايودو، فيبقى عندنا الايه؟ عندنا الاف، ها، وعندنا بعد كده الاي. ده الترتيب، يبقى هنا 1 2 3 4، خلاص، بي سي اف اي. حلو. الترتيب بقى الفابيتيكلي، تمام. الكلام على ايه ده يا شا؟ الكلام سمي يا باشا، ها. تقول لي يا مستر هنا 1 هنا 2 عشان خاطر البرومو، فاهمني؟ فاذا احنا هنسمي ده الاول، يبقى هنا 1 برومو، بعد كده احنا قلنا سي 1 كلورو، بعد كده قلنا الاف، ها، 2 فلورو، بعد كده 2 ايودو، بعد كده ايسين، بس الايسين 1 ايسين، خلاص، يبقى 1 ايسين. هي كده كده 1، يعني مش فارقه 1، لان هي كربونه واحده، يعني فاهم، كربونتين، يعني فيها 1، واضح كده؟ خلاص. يبقى اذا هي عباره عن ايه بقى يا دكتور؟ ها هتقول لي 1 برومو 1 كلورو 2 فلورو 2 ايودو 1 ايثين. حلو حلو. ايه بقى يا عم الايزومرات؟ ثبت واحده من دول، من التحف دول، وغير التلاته الباقيه. يعني هنا مره مع السي ال، حصل حصل، يبقى سي دبل بوند سي، هخلي البي ار زي ما هي، وهنا اقوم جايب له الاي، وهنا الاف، وهنا سي ال، فاهم؟ يبقى انا غيرت، فهمت الترتيب عامل ازاي؟ يعني ما تيجي ترقم هنا، ها هتسمي مين الاول؟ سي، يبقى تقول لي ايه؟ 1 برومو، ها 2 كلورو، فاهم؟ 1 برومو 2 كلورو، فهمتني؟ طب يلا نفس التحفه بالظبط اهو، نقوم عاملين كده، ادي البي ار زي ما هي ثابته، تمام؟ ونقوم جايبين له هنا الاف، مظبوط ولا مش مظبوط؟ قول لي مظبوط. وهنا يا مستر نجيب له مين بقى؟ هات له احنا جبنا الاف هنا، هنا الاي مثلا، وهنا السي ال اهو. وصلت؟ بص، فانت هتقول لي، هتقول لي 1 برومو 2 كلورو، فاهمني؟ نيجي بقى الناحيه الثانيه، بدل ما كنت بقول 2 فلورو هقول ايه؟ هقول 1 فلورو، فاهمني؟ فاذا هيبقى اسم ده غير ده غير ده. طب في احتمالات ثانيه؟ خلاص خلصوا، مفيش احتمالات ثانيه، يبقى هما كام ايزومر؟ لو جيت تغير اي حاجه ثانيه تلاقيهم زي بعض، فهم كده 3 ايزومر. طب انا هعرف منين؟ ما انت جرب يا حبيبي، مش انت ثبت البي ار؟ ما هما 3، هغير كل واحد مره، خلاص خلصت، هتعمل ايه ثاني؟ ما انت لو ثبت سي ال اكنك ثبت البي ار بالظبط، فاهمني؟ طب انا ثبت الاي، اي واحده منهم ثبتها وغير الثلاثه، فهم 3، لذلك يبقوا كام يا مستر؟ يبقوا 3 ايزومرز، يبقى الايه هي الرايت تشويس. ها وصلت؟ تمام. واقعد جرب مع نفسك، انت المهم انك تجرب عشان تقتنع، فجرب معاك بقى وقت يا باشا، جرب، فهمت؟ يلا الايوباك نومنكلتشر اوف الاوبوزيت كومباوند از ايه؟ يلا بينا نسمي يا دكتور. ها قلنا بالرقم اكوردنج تو اقرب دبل بوند، يبقى هنا 1 هنا 2 ها هنا 3، هاجي هنا 4 هنا 4 هنا 4 هنا 4. طب يلا يا عم اخترت لي الروت تشين، هي دي الروت تشين. الكلام على ايه؟ الكلام ان انا عندي برانش والتاني. طب يلا سمي يا باشا، هتقول يا مستر دول عباره عن ايه؟ 1 2 دول 3، حصل حصل، يبقى تقول لي 3
و3 ها داي ميثايل، بعد كده 1 4 يبقى بيوتين، يبقى 3 و3 داي ميثايل بيوتين، يبقى هي دي الرايت تشويس. يبقى نمبر سي هي الاجابه المظبوطه. حصل حصل. يلا بينا على النومنكلتشر اللي بعدها. يلا بص، عندي سي اتش 2 دبل بوند سي اتش، بعد كده سي اتش ها سي اتش 3، خد بالك سي اتش 3 سي اتش 3، فده معناه ايه؟ معناه ان انت بص سيبك من دول خالص هنشيلهم، فانت عندك هنا سي اتش 3 خلاص، وعندك هنا اهو اهو سي اتش 3. فالكلام على ايه؟ هات لي يلا اطول سلسله فيها كربون فيها دبل بوند، اهي هي دي، او اللي فوق الاثنين واحد، فاهمني؟ يعني الاثنين زي بعض، لذلك بص عندك برانش واحد. نعمل ايه يا مستر؟ طبعا انا قلت لك دي عشان خلاص بقى دي اللي احنا رسمناها هنا، فدي ملهاش لازمه، يعني احنا وزعناهم خلاص. هتقول لي يا مستر بص يبقى هنا 1 هنا 2 هنا 3، يبقى انا ما عندي 3 ميثايل، يبقى 3 ميثايل ها 1 4 1 بيوتين، يبقى 3 ميثايل 1 بيوتين، يبقى برضه نمبر سي هي الرايت ايه؟ هي الرايت تشويس. وصلت؟ تمام. يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر واحده واحده، خد بالك هي مش سايكليك، دي مش سايكليك. عشان بص حد يقول لي دي سايكليك يا حبيبي، بص هنا في فراغ، ادي في فراغ هنا اهو، هنا مش مرتبطين ببعض، فاهمني؟ فيلا فين الدبل بوند؟ هي دي الدبل بوند. يلا عايز اطول كونكتد سيريز من الكربون الروت تشين يبقى فيها دبل بوند. هتقول لي بص ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، طب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، لا طب من هنا يا مستر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، خلاص يبقى هي دي، هي دي الروت تشين. بص اهي هم عاملين الروت تشين اهي، دي كده الروت تشين يا باشا، فاهمني؟ طيب عملنا روت تشين يا مستر، بقى عندك ايه؟ عندي برانش هنا يا مستر، عادي جدا مفيش اي مشكله، بقى عندك برانش هنا. رقم يا باشا، هتقول لي نرقم، يبقى هنا 1 2 3. طب بص هنا الدبل بوند كانت عندي 2، طب هنا 1 2 3 4، عندي 4، لا يبقى انا الترقيم ده صح، يبقى 1 2 3 4 5 6. طب يبقى الكلام على ايه؟ انا عندي برانش واحد صح، عندي كام؟ عندي 4، يبقى 4 ميثايل، يبقى 4 يا دكتور 4 ميثايل. طب عملنا 4 ميثايل بعد كده هتقول لي 2 هم 6 يبقى 2 هيكسين، يبقى 4 ميثايل 2 هيكسين، يعني اول واحده يبقى اول واحده مظبوطه بس كده خلاص. طيب يلا يا باشا سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر بيقول لك 1 بيوتين اند 2 هيكسين ار الكينز، which of the following are similarity and the difference between them. هو عايز يعرف السيميلاريتي والديفرنس. النمبر اوف الفانكشنال جروب، الفانكشنال جروب المقصود بيها هنا يا دكتور اللي هي الدبل بوند، هنا الفانكشنال جروب الدبل بوند خلاص، دي المجموعه الفعاله، واضح؟ طب النمبر اوف الميثيلين جروب اللي هي السي اتش 2، فهو عايز يعرف السي اتش 2 هنا قد ايه والدبل بوند هنا قد ايه. طب هنا 1 بيوتين 2 هيكسين، يعني 1 بيوتين بيوت يعني 4 كربون، ادي الاربعه كربون حلو، 1 يبقى هنا الدبل بوند. طب بعد كده هتكمل اتشات، يبقى هنا اتشتين، هنا اتشايه ها، هنا اتش اتش مجموعه ميثيلين، وهنا عباره عن ايه يا دكتور؟ ها هتقول لي هنا سي اتش 3، يبقى ده لو هنيجي بقى نعمله عادي خالص بكوندنس فورمولا او فورمولا اوضح، نقول كده سي اتش 2 دبل بوند سي اتش ها سي اتش 2 سي اتش 3 عشان تبقى واضحه. لذلك بص انا عندي هنا ميثيلين جروب ميثيلين جروب، يبقى انا عندي هنا 2، فهمت حاجه؟ طب نفس اللي احنا عملناه هنا يلا نعمله الناحيه الثانيه. يلا ركز معايا، هو بيقول 2 هيكسين، ادي كربونه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه 1 2 3 4 5 6 حلو 2، يبقى نحط الدبل بوند هنا، طب وهنا هيكون اتش 3، طب وهنا اتش حلو حلو، وهنا اتش، طب وهنا اتش 2، وهنا اتش 2، طب وهنا اتش 3، فهمت حاجه؟ لذلك بص ادي مجموعتين برضو ايه ميثيلين، هل في ميثيلين تاني؟ لا، دي بي سي اتش 3 ودي سي اتش 3، دي ميثايل ودول مش ميثيلين خالص، يبقى هنا انا عندي 2 صح، وهنا طلع عندي 2، اذا النمبر اوف الميثيلين الاثنين زي بعض، يبقى دي مستبعده دي مستبعده خلاص. طب الحاجه الثانيه النمبر اوف الفانكشنال جروب، انا عندي هنا 1 باي بوند وهنا 1 باي بوند، هنا دبل وهنا دبل، فاهم؟ اذا الاثنين برضو زي بعض، يبقى صح، يبقى انا عايز الغلط دي مستبعده، يبقى صح، يبقى صح صح، يبقى دي هي الرايت تشويس. ها وصلت؟ فهمناها؟ يا رب تكون وضحت وبسيطه. يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر وات از ذا يوباك نيم اوف الكومباوند اللي قدام حضرتك دوت؟ بمنتهى البساطه يا دكتور فك لي يلا. ها هتقول لي هنا خد بالك دول يا مستر مجموعتين ميثايل مرتبطين بكربونه، يبقى انا عندي كربونه خارج منها اثنين ميثايل، هنا سي اتش 3 هنا سي اتش 3، الكربونه الثانيه دي مرتبطه بالكربونه اللي بعدها مرتبطه بمجموعتين ميثايل، يعني هنا سي اتش 3 سي اتش 3. بص انت عندك كربونتين مرتبطين ببعض خارج بكل واحده اي سي اتش 3، كده الامور تمام. ليش تمام؟ ليه هنا المفروض يبقى في دبل بوند عشان يبقى كده بقت تمام. ليه بقى؟ بص 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 كلام على ايه؟ ان دي 1 2 3 4 ها 1 2 3 4 ظبطت، وهنا دول كله ظبط، وبناء عليه يلا رقم يا باشا نرقم. ها هتقول لي هنا 1 2 يا مستر وهنا 1 2 زي بعض بالظبط، يبقى 1 2 3 4، سمي يا باشا. ها هتقول لي 2 و3 داي ميثايل، يبقى 2 و3 داي ميثايل، 2 و3 داي ميثايل، 2 و3 داي ميثايل، باي 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 باي. حلو. طب بعد كده هتقول لي هنا بقى ايه؟ 2
بعد كده أربعة، لأن دي أطول سيريز اللي هي الروتي تشين، دي كده روتي تشين، يبقى أربعة بيوتين خلاص، يبقى 2 3 دايميسايد 2 بيوتين خلاص، يبقى نمبر بي هي الإيه؟ لا دي بيوتان، آسف دي بيوتان، بيوتين أهي، يبقى هي دي الإجابة المظبوطة، يبقى دي كده إيه؟ مستبعدة خلاص، لأن دي بيوتين ده بيوتين، إحنا عايزينها بيوتين عشان الدبل بوند، يبقى السي هي الإجابة الإيه؟ المظبوطة. طيب يلا اللي بعده، يلا يا مستر. What is the mass of الايثين جاز؟ مين الايثين جاز؟ C2H4. هو عايز لي ايه؟ ماس. طب هي الماس ايكوال ايه؟ ها هتقول لي الماس ايكوال النمبر اوف مول مالتبلاي المولر ماس. طب انا معايا مين؟ ها معايا المولر ماس بتاعته، يعني هات لي يلا مولر ماس المحترم ده، هتقول لي 2 مالتبلاي 12 بلس 4 تايمز 4 ب 4، هنا 24 بلس 4 يبقى 28، يبقى هنا المولر ماس ب 28 مالتبلاي النمبر اوف مول، عايز اجيب النمبر اوف مول. طب النمبر اوف مول بتاعه نجيبه ازاي؟ بيقول لي which occupy the same space، سيم سبيس يعني نفس الفوليوم بالظبط خلاص. as 6 جرام اوف الايثين جاز، يعني هو بيشغل نفس الفوليوم بتاع 6 جرام من الايثين جاز. حلو، طيب صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بما ان هو بي اوكيباي ذا سيم فوليوم، سيم فوليوم، اذا سيم نمبر اوف المولز، موضوع افوجادرو خلاص. يعني ان انا لو عندي ديفرنت جازز عندهم نفس الايكوال فوليوم او بيكيوباي الايكوال فوليوم من من يعني كيوباي نفس الايكوال فوليوم، معناه ان هم عندهم نفس النمبر اوف مول. فالجمله دي عشان تبقى انت عارف ان هو النمبر اوف مول، يبقى النمبر اوف مول بتاع ده بتاع الايثين هو هو النمبر اوف مول بتاع الايه؟ بتاع الايثين، فهمت؟ يبقى انا هجيب النمبر اوف مول بمعلوميه ده. طب ما هو انا عندي ماس، النمبر اوف مول ايكوال ايه؟ الماس اوفر مولر ماس. طب هو الايثين بقى عباره عن ايه؟ C2H6 بس كده. هات لي ده مولر ماس، يبقى تقول لي مستر 2 مالتبلاي 12 ب 24 بلس 6، 24 بلس 6 30، يبقى 6 اوفر كام؟ اوفر 30. طب 6 اوفر 30 طلعت بكام؟ طلعت يبقى 0.2، يبقى هنا 0.2 مالتبلاي 28، يبقى 0.2 مالتبلاي 28 طلعت ب 5.6. فين 5.6 سي؟ يبقى هي دي الرايت تشويس خلاص. فكره سؤال رابطها لك بشابتر 2. يلا اللي بعده، يلا يا مستر. بيقول لك الاوبوزيت ستراكشرال فورمولا ريبريزنت ان الكين، يبقى احنا عندنا الكين دلوقتي. تمام. وات از ايوبيك نيم اوف ذيز الكين؟ حاضر، اول حاجه حدد لي يلا يا دكتور الروت شيت بنهايتنا. احنا اتفقنا الروت تشين، الروت تشين عايزين اكبر كونكتد كربون اتومز كونتين الدبل بوند خلاص. فهنا هنبدا من اول الدبل بوند، يبقى 1 2 3 4 5 6 كده 6 خلاص، يعني انا لو مشيت كده 6. طيب 1 2 3 4 5 6 وكده 6 برضه، حصل. لذلك العقل والمنطق بيقول لك يا ترى بقى امشي كده ولا امشي كده؟ هتفرق؟ تفرق ازاي؟ بص تعالى ايه عشان تبقى فاهم برضه انت بتعمل ايه. لو احنا افترضنا جدلا ان انت مشيت كده، ده كله هيبقى برانش، صح ولا انا غلطان؟ هتقول لي مظبوط يا مستر. طب بالله عليك سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 بي ار، ده هتسميها ازاي؟ فاهم حاجه؟ احنا عارفين التسميات بتاعت البرانشز بتكون القايل، حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. لذلك يا دكتور هنلاقي ان الايه؟ هنلاقي ان الاختيار ده مش ادق حاجه. طيب بص بقى لو مشيت كده، ركز، ما انت برضو لازم تبقى ايه؟ يعني شايف الحالات كلها. لو احنا مشينا كده ايه اللي حصل؟ هتقول لي يا مستر بص ثانيه بس عشان ايه تبقى واضحه معاك، لا تفتكر دي من ضمن الايه؟ اهو كده اهو، هات لي ده اهو، واحد اتنين هوب 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 اقف خلاص. هي الايه؟ هي دي كده الروت تشين بتاعتنا. طيب ليه اخترت دي؟ واحده واحده، بص واحده واحده. عندك هنا برانش ولا ما عندكش؟ بص سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3، ده برانش اسمه ايه؟ 3 كربون، يبقى بروب. ها احنا قلنا اسمه الكايل، يبقى بروبايل. فهمت اللعبه؟ خلاص يبقى ميس ميثايل، اس ايثايل، بروب بروبايل، بيوت بيوتايل، وهكذا. يبقى هنا عندي برانش. لذلك بص بقى الكلام على ايه، هنرقم طبعا 1 2 3 4 5 6، حصل. عندك ايه يا دكتور؟ عندي البي وعندي بعديها الاي، صح. يبقى انا عندي 6 برومو الاول، 3 ايثايل، 1 هيكسين، كلام مظبوط زي الفل. اذا دي هي الرايت تشويس. ها فهمت اللعبه؟ واضحه خلاص. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، يلا يا مستر. بيقول لك ايه؟ which of the following sets out the number of repetitions of the showing bonds between the carbon and the hydrogen atom in 3 methyl y butene. هو عايز يعرف ايه؟ ال number of repetition، التكرارات خلاص. طيب نقوم عاملين ايه؟ نقوم راسمين الكيميكال كومباوند بتاعنا. قلنا بنشوف اخر حاجه يا دكتور بيوتين خلاص، يبقى 4 كربون اتومز قد 4 كربون اتومز،
تمام. بيوتين، حلو حلو. 1 يبقى هنا دبل بوند، اذا هنا اتشايه، هنا اتشايه. 3 يبقى هنا 1 2 ها 3، يبقى عندي 3 هنا، انا عاملين ايه؟ سي اتش 3. حصل حصل. طيب بعد كده كمل لي اتشاتك بقى. بص يا دكتور، ادي الاتشات بتاعتك، هنا ناقص اتشايه وهنا اتشايه اتشايه اتشايه. طب خد بالك ايه دي؟ مجموعه ميثايل، اه افرضها برضو، احنا عايزين كله مفروض عشان هو بيتكلم على الحاجات دي اصلا. يبقى هنا انا عندي اتشايه اتشايه اتشايه، خلاص ادي اتش اتش اتش، تمام. طب وهنا يا مستر ادي اتشايه وادي اتشايه، واضح واضح. طب عشان تكون واضحه معاك اكتر خلينا نعملها هنا اهو، ادي سي دبل بوند سي سي سي، ادي الاربعه هنا اتش 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 وهنا سي اتش اتش اتش، خلاص وهنا اتش اتش وهنا اتش، كده اربعه كده اربعه كده، واحد اتنين تلاته ها اربعه، واحد اتنين تلاته مظبوط. خلاص يبقى عندنا هنا اتشاير 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 اتشاير. طيب كده يا دكتور بقت الامور ستيبل وزي الفل. هو عايز ايه بقى؟ هو بيقول لك ايه؟ هات لي الاول كربون، خلاص مرتبط بالاتش ومرتبط ب، هنا دول 3 كربون. خد بالك طالما هنا اتش يبقى هنا 3 كربون، هنا يا مستر 3 كربون. بص انا عايز كربونه مرتبطه ب3 كربون، ادي كربونه 2 3 دي مرتبطه ب3 كربون. حصل حصل. طب دي مرتبطه ب2 كربون، طب دي ها مرتبطه ب1 كربون، طب دي مرتبطه ب1 كربون. يبقى مين الكربونه اللي مرتبطه ب3 كربون؟ ها عددهم قد ايه؟ واحد. خلاص هو عايز الريبيتيشن بقى، يبقى هو 1 1، يبقى ده مستبعد ده مستبعد. طب هات لي سي دبل بوند اتش 2 مين الدبل؟ هما الاثنين دول بس، يا دي يا دي، ها اتش 2 واحده، هنا اتش واحده، خلاص يبقى انا بتكلم على ايه؟ على واحده، فهمتني؟ لذلك بص خلاص كده هيبقى الكلام على ايه؟ على سي بقى، لان خلاص باظت كده، ما هنا اتنين غلط. يبقى هنا المفروض بقى سي اتش سي اتش 3 دول ثلاثه. بص هتلاقي كربونه مرتبطه بكربونه و3 اتش، ادي ال 3 اتش، يبقى هنا واحد. كربونه مرتبطه بكربونه و3 اتش، ادي اثنين، يبقى اتكررت مرتين، اه يبقى اذا هنا كام؟ اثنين. هي دي فكره السؤال يا معلم، وضحت؟ طيب تعال نشوف سؤالنا اللي بعده. How many isomers are possible for the dibromoalkene whose molar mass equal كذا؟ طيب بص يا باشا، دي ليها اكتر من طريقه نحلها. ازاي يا مستر؟ هقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعال نترجم ديت، داي برومو الكين. يعني ايه داي برومو الكين؟ اي الكين يا دكتور بيبقى سي ان اتش 2 ان. حصل حصل. معنى ان هو داي برومو يعني انا عنده 2 بروم، يعني انا لو بقول لك سي 2 اتش 4 تقول لي لا، هشيل 2 من الهيدروجين عشان اضيف 2 بي ار، يبقى سي 2 اتش 2 بي ار 2. ده لو كان متكون من 2 كربون. طب لو كان 3 كربون هتقول لي سي 3 اتش 4، لان هو المفروض يبقوا 6 ها بي ار 2، بحيث يبقى مجموعهم 6، فهمت حاجه؟ طب لو كان سي 4 يبقى سي 4 اتش كام يا مستر؟ ها هتقول لي اتش 6 ها بي ار 2. برافو عليك. بص بقى الفكره فين؟ الفكره كالاتي، انا اقدر اتوقع هو مين في دول ازاي؟ عن طريق المولر ماس دي. مش انا بقول لك المولر ماس بتاعته ايكوال كذا؟ اه هو قايل كده 2 مالتبلاي 12 2 يبقى 24 بلس 2 اللي هو ده بقى، هجيب مولر ماس لده فاهم، بلس 2 ها بلس 2 مالتبلاي 79.9، طلع بكام يا مستر؟ طلع ب 185.8 185.8. اه اذا هيكون هو ده. يعني هو ده، هو ده الفورمولا اللي انا هوصل لها، فهمت حاجه؟ دي طريقه، دي يا مستر طريقه ان انت تحدد مين هو الالكين، فاهمني؟ طب الطريقه الثانيه يا مستر عادي جدا، هتعوض وتقول لي كده ادي سي ان ها اتش 2 ان ماينس 2. اشمعنى ماينس 2؟ لان انا عايز الهيدروجين هشيل منه 2، بعد كده اقوم قايل بي ار 2 اضيف البي ار. طب يلا شيل وعوض، الكربونه بكام؟ ب 12. هتقول لي يبقى 12 ان بلس الهيدروجين بكام؟ ب 1، 1 تايمز 2 يبقى 2 ان ماينس 2 بلس 2 ان عادي ماينس 2. البي ار 2 بكام يا دكتور؟ هو مديني المولر ماس بتاعته، اقول كده 79.9 تايمز 2، طلع بكام يا باشا؟ طلع ب 159.8 ايكوال 185.5. خد بالك الطريقتين صح، بس الثانيه اللي انا قلت لك عليها دي ايه؟ على طول استنتاج اسرع وخلصنا، تمام؟ طب يلا هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر دول رقمين ودول حاجات فيهم ان، هجمع الان مع بعض يبقى 14 ان ايكوال، هجمع الرقمين دول خلاص هنا ماينس 2 هجمعهم على ده. خد بالك ماينس 2 بلس 159.8 هيطلع لك ب 157.8. ال 157.8 اللي طلع لي ده بالبوزيتيف هيروح هنا بالنيجاتيف، يبقى ايكوال 185.5 ماينس 157.8 وخلصنا. 185.5 ماينس 157.8 كام يا باشا؟ طلع ب 27 يا مستر 0.7. خلاص يبقى ال 14 ان ايكوال الكلام ده اوفر 14 اوفر 14 ها،
يبقى 27.7 اوفر 14. طلع بكام؟ طلع ب 1.97، بالتقريب 2 لان ما فيش نمبر اوف مول بالفراكشن، فاهم؟ فهي خلاص طلعت سي 2. ها يبقى اتش كام؟ اتش 2 بي ار 2. عرفت منين؟ ما هو دايبروم، ما هو المفروض يطلع كده، فاحنا اصلا استنتجناه من الاول بسرعه. دي حاجه. طب الحاجه الثانيه، هو بيقول لك بقى انا عايز اعرف هاو ميني ايزومرز مالهم بوسيبل. يلا يا باشا، سي دبل بوند سي. ها هتقول لي يا مستر اتش اتش بي ار بي ار ده واحد، هتشيل البار تحطها هنا، خلصنا. يبقى سي دبل بوند سي، ها بي ار اتش بي ار اتش. يا اما هتقول لي واحد واحد داي بروم واحد ايثين او ايثين على طول، او واحد واثنين داي برومو 1 و2 داي برومو ايثين وخلصنا. فهمتني؟ يبقى كام ايزومر يا مستر؟ اثنين. فهمت يا دكتور؟ اي طريقه بقى ايه لقطتها وفهمتها اشتغل بيها. يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. بيقول لي الرياكشن اوف الايثانول ويز الكونسنتريتد سلفوريك اسيد ات 180. خد بالك البريباريشن اوف الايثين يا دكتور بتتم على تو ستيبس. قلنا اول حاجه عند ال 80 ديجري سليزيوس بيتكون لي ايه بقى؟ هتقول لي ايثايل هيدروجين سلفيت. ايثايل هيدروجين سلفيت. واضح؟ واضح. اللي هو كان مين اللي كنا بنقول عليه كده؟ سي اتش 3 سي اتش 2 خلاص، وبعد كده كنا بنقول كده او اس او 3 اتش. فهمتني؟ هو ده تمام. طب بس ده عند ال 80. طب عند ال 180 يتكون سي 2 اتش 4 على طول اللي هو الايثين. يبقى سي 2 اتش سي 2 اللي هي سي 2 اتش 2 اللي هي سي اتش 2 سي اتش 2 يعني اللي هو الايثين خلاص. يبقى هي دي الرايت تشويس لان هو بيقول لي عند 180 على طول. طيب يلا سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر، بيقول لك ايه؟ الاوبوزيت دايجرام الستريت ان ابريتس يوزد ان اوبتيننج ا جازيوس كومباوند. يبقى هنا في جازيوس كومباوند. واضح؟ واضح. فروم اتش اوف الايثانول، مين الايثانول؟ احنا عارفين الايثانول بنحصل منه على الايه؟ على الايثين في وجود طبعا السلفوريك اسيد الكونك عند 180 ديجري ايه سيليزيوس، لان هو طبعا بيعمل ريموفنج للووتر من الايثانول ويحوله لايه يا معلم؟ ويحوله للايثين جاز. طيب الشاهد اند ليكويفايد بارافين، هو بيقول لي اند ليكويد بارافين كمان. يبقى احنا عندنا ليكويد ايه؟ ليكويد بارافين. which of the following identifies the process used in obtaining these two gases. يبقى انت عندك ابريتس obtaining gases compound من الايثانول اند ليكويد بارافين. يبقى انا عندي حاجتين خلاص، عندي الليكويد بارافين وعندي كمان الايثانول. طيب البارافين يا دكتور احنا عارفين ان هي الكين، حصل يبقى ده الكين. تمام. طب والايثانول بنحصل منه على الايثين. طب لمين الايثانول؟ ايه العمليه اللي بتتم؟ هل بتعمل اوكسيديشن ولا دي هيدريشن؟ اوكسيديشن ودي هيدريشن؟ لا، هو الايثانول انا بعمل له دي هيدريشن، بنزع منه ووتر، يبقى بنشيل H2O بوجود السلفوريك اسيد خلاص. يبقى من الايثانول هيدريشن هيدريشن، يبقى ده مستبعد ده مستبعد. طب فروم الليكويد بارافين، خد بالك ده بيتكلم على الثيرمال، يقصد هنا الثيرمال كاتاليتيك كراكينج. فاكرها اللي هي ايه؟ لما كنا بنجيب يا دكتور الهيفي لونج تشين وبنعمل لها ثيرمال كاتاليتيك كراكينج، كنا بنحصل على حاجتين دايما، الكين والكين خلاص. فهو بقى لو انا عايز احصل على الابتيننج الجازيز خلاص من البارافين، من البارافين يبقى انا بعمل ايه بقى؟ ثيرمال كاتاليتيك كراكينج. فهمت اللعبه؟ بما ان دي مستبعده ودي الكراكينج الوحيده، اكيد مش دايهيدريشن ولا ايه ولا اوكسيديشن، يبقى البي هي الاجابه الايه؟ هي الاجابه المظبوطه. وضحت؟ يا رب تكون اتفهمت وخدت بالك منها. طيب تعال نشوف يلا سؤالنا اللي بعده. Which of the following defines the role of the sulfuric acid اللي هو H2SO4؟ فين بقى؟ في المنشند رياكشن. طيب لو انا معايا اتنين بروبانول، بروبانول يعني الكحول. حلو حلو. هو دور الالكحول مع الكونك سلفوريك اسيد، السلفوريك اسيد مع اي الكحول ان بيعمل لي اليمينيتنج للووتر، فبيعمل لي دي هايدريشن خلاص. يبقى هو دي هايدريتنج ايجنت عشان احصل منه على الايه؟ على الالكين. الالكين هنا بدل ما هو بروبانول هيكون بروبين. فهمت اللعبه؟ فدور السلفوريك اسيد في التفاعل ده بتاع الالكحول احنا عارفين ان هو ايه؟ دي هايدريتنج ايجنت. معنى دي هايدريتنج ايجنت يعني ايجنت نازع للميه خلاص. فهو بيقول لي اوكسيدايزنج، لا طبعا مش اوكسيدايزنج خالص. طيب الايثين مع الووتر فيبر، ها ايثين اضيف له ميه في وجود الكونك سلفوريك اسيد، السلفوريك اسيد اكت از كاتاليست. حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. طب كاتاليست ليه؟ عشان يزود الكونسنتريشن بتاع الاتش ايونز بتاعت الووتر عشان يقدر يعمل بريكنج للدبل بوند بتاعت الايثين، وبالتالي يعمل لي ايه بقى؟ ها هتقول لي يا مستر هنا اسمه اصلا كده كاتاليتيك هايدريشن، فهمت؟ فهو هنا اكت از ايه؟ كاتاليست، مش دي هايدريتنج ايجنت، بالعكس فهنا غلط. طب الايثين مع الووتر فيبر، ها اوكسيدايزنج ايجنت، قلنا لا هو كاتاليتيك كاتاليست، اكت از كاتاليست.
طيب يبقى اذا هي دي الاجابه المظبوطه. ليه بقى؟ ادي الكحول مع الكونك سلفوريك اسيد، دي هيدريتنج فعلا، يبقى اصلحها في الايه، في الاختيار ده، يبقى هو ده الاجابه المظبوطه. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاليمنت الكربون والالمنتس الكربون والهيدروجين والاكسجين كومبوز ا ليكويد اورجانيك كومباوند ايه، يبقى الثلاثه مع بعض بيكونوا ليكويد كومباوند ايه، which when heated with the concentrated sulfuric acid عند ال 100. خد بالك كربون وهيدروجين واكسجين يعني ممكن يكون الكحول، خلاص، باعتبار مثلا ال CH3CH2OH اللي هو الايثانول مثلا، خلاص، فده ايه؟ ده الكحول، بسخنه مع الكونسنتريتد سلفوريك اسيد 180 هيديني كلرليس جاز، جاز زي مثلا ال C2H4، ما هو ده كلرليس جاز اصلا، خلاص، اللي بيرموف الكلر اوف البرومين ووتر. اه نقف بقى، ما هو برومين ووتر بي ار 2 في وجود السي سي ال 4، خلاص، لما اجي اعمل ديتكشن للدبل بوند بنمرر الايثين جاز عليه، الكلر بيحصل له ديسابير، بيختفي، فهمت؟ يبقى اللون بيختفي عشان بيتفاعل مع الجاز. لذلك بيقول لي بقى 1 مول من الجاز ده، 1 مول يعني كونتين 1 دبل بوند ويز 1 مول من الهيدروجين، فعلا الدبل بوند بتحتاج مول واحد من الهيدروجين جاز عشان يبقى ساتوريتد، كلام مظبوط. وات از ذا فورمولا اوف الايه؟ خلاص الايه ده الكحول، فهنا ده الكحول صح. طب ودوت ده بقى هنعرف ان هو اسمه ايه يا دكتور؟ فينول، قدام شويه، خلاص، دي ايه؟ فينولز، الفينولات، طالما معاه ارايل مش اليفاتيك، ده اروماتيك، خلاص، وده الاسيتالدهايد، دي الالدهيد، دي الالدهيد يعني، خلاص، دي الالدهيد، الالدهيد جروب، وهنا احنا بنتكلم على الايثر، لذلك ده مستبعد، ده مستبعد، ده مستبعد، يبقى هو الايه؟ هي الرايت اتش اللي هو الكحول، خلاص كده. انت ممكن تتلخبط ما بين الاثنين دول، بس هي الكحول ده اللي هتلاقي اللي انت ايه لحد دلوقتي اللي انت عارفه، يعني بتتسال في الايه، في الحاجات اللي انت اخدتها اصلا. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك الاباريتس بلو يوزد ان ذا preparation اوف الايثين جاز ان اللاب. عندك ثرموميتر كونك سلفوريك اسيد مع ايثانول، عملنا هيتنج، سخنا، خلاص، ليه 180 ديجريز ليزيس، بيخرج لي من هنا تو جازز، ايه هما؟ بيخرج لي الايسين جاز، خلاص، يبقى الايسين اللي هو C2H4 بيخرج مع SO3 سلفر تريوكسيد من السلفوريك اسيد، الاثنين بنمررهم على الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن عشان يليمينيت الايه؟ السلفر تريوكسيد جاز، نخلص منها، وبعد كده الايسين يخرج يجي هنا يمر على الووتر، لان هو طبعا بيكولكتنج collected by the downward displacement للووتر، لان هو insoluble in الووتر، خلاص، فاذا دي عباره عن ميه وده عباره عن صوديوم هيدروكسيد. هو بيقول لك what are the probable pH value للاكس والواي. والله الاكس اللي هي صوديوم هيدروكسيد ده strong base، يبقى 12، لان 9 ده قريب من الويك، هو يعني طالما رقمين مين اعلى واحد ده، يبقى ده السترونج، فاهم يعني؟ خد اعلى حاجه منهم. طيب الحاجه الثانيه البي اتش بتاعت الميه بكام؟ ب 7، خلاص 7 7، يبقى ده مستبعد، ده مستبعد، وقلنا ديت مظبوطه وقلنا دي غلط عشان البي اتش 7، يبقى هي دي الرايت تشويس، خلاص، وصلت كده. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. بيقول لك ايه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ وات از ذا كومباوند ويتش از دي كالرايزز برومين ووتر. مين فيهم اللي بيشيل اللون بتاع البرومين ووتر؟ البرومين ووتر الكالر بتاعه ريد، خلاص، تمام، اللي بيعمل له دي كالرايزيشن يكون حاجه كونتين دبل بوند او حتى ايه تريبل بوند، بس اللي احنا عارفينها بنتكلم عليها الدبل، لذلك انا عايز اي حاجه ايه تكون اين، سايكلو هيكسين، ده هيكسين حلقي، خلاص، ما فيهوش دبل بوند. طب هيكسين ما فيهوش دبل بوند، طب هيكسين فيها دبل بوند، طب هيكسانول ما فيهوش دبل بوند، خلاص ده الكحول، فاهمني؟ اذا يبقى الاجابه هتكون ايه؟ هتكون نمبر سي. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. ان الرياكشن اللي قدام حضرتك دوت، تعال نبص عليه كده، هنا سي اكس اتش واي مع الووتر. بص انا بضيف ووتر يعني بعمل في وجود كاتاليست، صح؟ اه، يعني انا بعمل ايه يا مستر؟ بعمل كاتاليتيك هايدريشن، ومعنى كاتاليتيك هايدريشن يعني انا بضيف ميه، اداني ايثانول، يبقى احنا عارفين المعادله، احنا قلنا لو عندي الكين، خلاص، عملت له كاتاليتيك هايدريشن يعني ضفت الميه في وجود الكاتاليست كاسلفوريك اسيد يا دكتور، اللي حصل؟ ها، عند 110 ديجري سيليزيوس اللي بيحصل ان هو بيتحول لايه؟ للكحول. حصل؟ تقول لي حصل. دي بقى الجنرال ايكويشن اللي احنا قلناها، وبناء عليه اذا يبقى ده عباره عن الكين. طب طالما ده الكين، تعالى بص بره، 5 1 يبقوا كام؟ يبقوا 6 اتش. حصل؟ حصل. 6 اتش هنا 2 اتبقى كام؟ 4، يبقى الواي ب 4، الواي ب 4، الواي ب 4. طب الحاجه الثانيه، اي الكين لو الواي ب 4 يبقى الاكس ب 2، صح؟ ما هو سي ان اتش 2 ان، فهمت؟ لو ده ب 4 يبقى ده بايه؟ الهاف على طول ب 2، يبقى سي 2 اتش 4، يبقى الاكس ب 2، اكس ب 2 الواي ب 4، اه، يبقى سي هي الرايت ايه؟ هي الرايت تشويس. طيب سؤالنا اللي بعده،
بايرز ريجنت ان البوتاسيوم از بوتاسيوم برمنجنيت اللي هو طبعا الكي ام ان او 4 ده تفاعل باير خلاص اللي هو تفاعل الاكسديشن قلنا بيتم طبعا ان اي ان الكالين اي الكالين ميديوم خلاص يبقى ده بيتم في ايه يا دكتور في وجود الكالين ميديوم خلاص وادي الهيدروجين بيروكسيد. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده يلا يا دكتور ده سؤال كده نصا في الشرح يعني ما فيهوش افكار خالص. الرياكشن اوف الايثين ويز البرومين بي ار 2 از ريبريزنتد باي ذا بالانسد ايكويشن. طيب انا عندي اهوت سي 2 H4 هنفعله مع ال BR2 في وجود طبعا ال CCl4 ايه اللي هيحصل؟ هنا C دبل بوند C H H H H هيبقى زي ما هو بالظبط C بوند C ها H H H H هتضيف لي هنا BR وتضيف لي هنا ايه يا دكتور؟ BR خلاص؟ فهي الفكره فين؟ الفكره كالاتي ان انت كان عندك C2H4 في وجود ال BR2 مول واحد مول واحد بس مول واحد اتنين مول اتنين مول فاتنين مول مستبعد. حلو الكلام حلو الكلام ده سؤال على الايكويشن يعني هتلاقيه اصلا عندك في موجود في كراسه المفاهيم خلاص. طب اللي بعده اللي بعده ها هتلاقي مستر هنا اهو 1 مول 1 مول اداني سي 2 اتش 3 بي ار مع اتش بي ار لا هو ده مش سبستيتيوشن انما اداني سي 2 اتش 4 بي ار 2 اي 1 يبقى هي دي الرايت ايه هي دي الرايت تشويس خلاص سي 2 اتش 4 بي ار 2 مظبوط. يلا سؤالنا اللي بعده يلا يا مستر بيقول لك الاوبوزيت بوليمر از ابتيند فروم ذا مونيمر انهي مونيمر. بص يا باشا زي ما هو بالظبط اه كانت سي كانت كده اهو سي دبل بوند سي ها اف 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 سي ال عارف ده معناه ايه؟ معناه سي ها اف 2 سي اف سي ال فاهم حاجه؟ يبقى سي اف 2 سي اف سي ال او سي سي ال اف عادي خالص اهو سي اف 2 سي سي ال اف عادي فهمني؟ اذا مين بقى في دول؟ يعني اهو ادي اثنين اهو سي اف في 2 سي 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 ال اف او سي اف سي سي ال اي حاجه وات ايفر هنا سي اف 3 اف 3 لا هو اف 2 ها سي اف 2 مظبوط بعد كده سي سي ال اف اه حلو جدا ده ما فيش فيه مشكله. طب تعالى نشوف ده برضه ده غلط ها سي اف 2 سي اف 2 لا ده كده 4 اف يبقى ده مستبعد يبقى هو ده فكلام فاضي. طيب يلا اللي بعده بيقول لك تريكنج الايثين ويز الالكالين بوتاسيوم برمنجانيت اه اللي هو الكي ام ان او 4 اللي هو باير رياكشن حصل حصل ده كنا بينتج ايه يا دكتور ها كنا بنضيف مجموعتين هيدروكسيل على الالكين فكان بيدينا جلايكول جلايكولات خلاص ففورمالدهيد لا ايثيلين جلايكول اي 1 هو الايثيلين جلايكول ها فورميك اسيد لا احنا قلنا جلايكولات خلاص فهي معروفه يعني مش محتاجه. سؤالنا اللي بعده هاو ميني سيجما بوند ار فاوند ان ذا اوبوزيت موليكيول وات هابنز وين ات it is added to water with shaking. طيب صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام هو عايز السيجما حصل حصل يلا يا باشا ادي سيجما 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انا عندي 12 سيجما خلاص هو بيقول لي 12 ولا 14 14 يبقى انا عندي ايه عندي 12 سيجما موجوده تمام تمام. طب ايه اللي انت عايزه تاني وين ادد تو الووتر لما نضيفهم نضيف ده للووتر ها هل هيديزولف ولا دازنت ديزولف واحده واحده هي الووتر مالها ويك الكترولايت صح صح. طب هو الويك الكترولايت يا دكتور هيكون اناف ان هو يكسر لك الدبل بوند الاجابه لا كان عمل مع مين كان عمل مع الايثين فلازم بيكون ايه بيكون كاتاليتيك يعني كاتاليتيك ها كاتاليتيك هايدريشن يعني انا هعمل هايدريشن للدبل بوند في وجود كاتاليست زي السلفوريك اسيد يبقى مش هيديزولف خلاص هو بيقول لي ايه الديزولفز هيديزولف ولا الدازنت ديزولف ده كمان بيتكلم على السوليبيليتي معلش هو بيتكلم على السوليبيليتي خلاص تمام. طبعا ده ايه ده اورجانيك ففكره سوليبيليتي مش هي ايه مش هيديزولف مش هي مش سوليبل يعني يبقى بي هي الرايت تشويس خلاص ده كمان هنا بيتكلم على السوليبيليتي وليس الرياكشن بتاعه. طيب يلا نشوف اللي بعده البرومين سوليوشن از decolorized when it's added to the compound. طيب عشان البرومين سوليوشن اللي هو البرومين ووتر عشان لونه يروح لازم يبقى انا عندي unsaturated اللي هو يكون ايه دبل بوند خلاص لذلك هنا CH3 CH2 COOH ده ما فيهوش دبل بوند يعني لو جيت رسمتها مش هتلاقي هنا دبل بوند ها نفس الكلام هنا ما فيش دبل وما بين دول دول ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش برضه ما فيش دبل بوند ده كمان لا او سي اتش سي اتش تعال نشوف ده كده سي دبل بوند سي ها اتش اتش مرتبطه بسي اتش 3 مرتبطه بسي اتش 2 هنا في دبل بوند طب هنا مفيش 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 هنا سي دبل بوند او كيتونز خلاص سي اتش 2 سي اتش 3 برده ده مفيش يبقى هو الاجابه هتكون سي.
ارسم ده بقى، انت ارسمه عادي، ارسمه ستراكشرال، هتلاقي ده الوحيد اللي عنده دبل بوند، اذا هو ده الوحيد اللي يخلي ايه يحصل دي كالرايزد للبرومين ووتر. فهمت اللعبه؟ خلاص يلا نشوف السؤال نمبر 30. Which of the following matches the reaction of the alkene or the halogenated derivative of the alkene with the hydrogen halide؟ حلو. أول حاجة أنا عندي بروبين مع ال HBr. طيب أول حاجة فين البروبين يا مستر؟ واحد اتنين تلاتة، أدي بروبين، هنا HH، هنا H، هنا H3، خلاص؟ هتفاعل مع ال HBr، إيه اللي هيحصل؟ هنا يا دكتور ده يعتبر اسيمتري، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح، يبقى ده اسيمتري اركين. طالما اسيمتري يبقى نطبق ايه؟ ها، ماركونيكوف، خلاص يبقى قاعده ماركونيكوف. طيب ماركونيكوف كسرنا ديت، اذا بقت سي سي سي، حصل حصل، هنا 3 اتش زي ما انت، وهنا الاتش 2 بتوعك زي ما انت، واتش كي، هتقوم عامل ايه بقى؟ هتضيف الاتش مع الاتش، خلاص، وهنا هتضيف لي البي ار. طب وهنا اتش اتش اتش، ايه الفكره؟ الفكره بقى حته الايزو اللي قلت لي عليها يا دكتور، بص ركز معايا الفكره فين. بص هتلاقي كده سي اتش 3 مرتبطه بسي اتش سي اتش 3، لما تلاقي سي مرتبط بيها مجموعتين ميثايل، خلاص، وادي مجموعه ميثايل، يعني عندك سي اتش مرتبطه باثنين ميثايل، دي بنسميها ايزو. جت بالشكل ده، جت بالشكل ده، جت باي شكل، اسمها ايزو، خلاص. يبقى ده ايزو ايه بقى يا دكتور؟ ها، هتقول لي يا مستر هنا عندنا ايزو وهنا البي ار، تمام، يبقى بروميد، يبقى تي ايزو مش نورمال. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لك نورمال بروبايل بروميد، لا ده ايزو بروبايل بروميد وليس نورمال. فهمت بقى حته الايزو؟ يبقى فكره الايزو ان انا عندي سي اتش اي خارج منها مجموعتين ميثايل، دول كده بتسمى ايزو، و بي ار يبقى ايزو، ها، بروبايل بروميد، تمام كده؟ تمام. لذلك هو بيقول لي نورمال، لا مش نورمال، يبقى دي معايا ودي معايا، يبقى ده باي باي ده باي باي، خلاص، يبقى الاجابه هي بي دي. طب اللي بعده، ها، الفينايل كلورايد. طب الفينايل احنا قلنا فينايل يعني عباره عن ايه يا دكتور؟ ها، هتقول لي سي دبل بوند سي، ها، اتش اتش اتش، وفي اتش اي منزوعه في ما بينها كلورايد سي ال، ده اسمه فينايل كلورايد مع الاتش اي، برضه هنطبق ايه؟ هنا اتش اي وهنا اتنين، طبق ماركونوف، خلاص. يلا ماركو هتكسر، يبقى تقول لي هنا سي اتش 3 وبعد كده سي سي ال اتش اي. فهمت اللعبه؟ خلاص، ده اسمه ايه بقى يا دكتور؟ هتقول لي بص يا مستر عندي كربونه 2، حصل حصل، وهنا ايه؟ وهنا 1، يبقى انا عندي واحد كلورو واحد ايودو ايثان، فهو قايل 2، يبقى برضه غلط غلط غلط. يبقى الدي هي الايه؟ الدي هي الاجابه المظبوطه. اللي بعده بيقول لك الكاتاليتيك هايدريشن اوف تو ميثايل بروبين، ها، ادي 1 2 3 2، هو بيقول لك 2 ميثايل بروبين، ادي البروبين وادي الميثايل، خلاص. اذا بص هنا اتش اي اتش اي كده 2، وهنا ده كده ستيبل، وهنا اتش 3، حلو الكلام، حلو الكلام. يلا كاتاليتيك هايدريشن، هنضيف اتش 2 او في وجود كاتاليست، ايه اللي هيحصل؟ هتكسر، هتضيف لي هنا اتش اي، فيبقى عندي سي اتش 3، ها، سي سي اتش 3، وهتضيف لي هنا ايه؟ او اتش، وهنا سي اتش 3. هو بيقول لك بقى ان اسيديك ميديوم ييلد ايه؟ ده اسمه ايه بقى؟ 1 2 3، مظبوط مظبوط، يبقى دي اكبر لونج تشين، وده الكحول كده كده، فالكحول هينتهي بالاول، يبقى بروبانول. بص بروبانول 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 بروبانول، فهو بروبانول شغال. الفكره فين بقى؟ الفكره ان هي في 2 ميثايل، 2 ميثايل 2 بروبانول. فهمت اللعبه؟ يبقى 2 ميثايل 2 بروبانول، يبقى فين يا مستر 2 ميثايل 2 بروبانول؟ هي دي، لاني الاو اتش عند نمبر 2 1 2، فاهمني؟ يبقى 2 ميثايل 2 بروبانول، اذا هي دي الايه؟ اجابه السؤال دوت. طيب يلا نشوف اللي بعده، يلا يا مستر. What is the product of the reaction of 1 مول of this showing compound with 3 مول of the hydrogen gas as suitable reaction condition؟ حلو. اولا ده يا دكتور ده مش سايكليك، امال؟ بص كربونه 2، ركز بقى معايا، ده اللينير اللي احنا اتفقنا عليه، ادي كربونه 2 3 4 5 6، حصل حصل، يعني انا معايا 6 كربون، ممكن اعملهم كده كربونه 2 3 4 5 6، هي دي زي دي والله، تمام؟ الفكره فين؟ الفكره ان هو جه هنا حط لك دبل بوند، وساب واحده وحط لك هنا ايه؟ ساب واحده وحط لك دبل بوند، ساب واحده وحط لك هنا دبل بوند، هو ده اللي عمله. الباقي اتشات، ما ده طبيعي، الباقي اصلا لازم يبقى اتشات، يعني مش هنخترع، فاهم؟ مفيش اختراع، الباقي اتشات كده كده، خلاص؟ طيب ايه الفكره بقى؟ 1 2 3 4 5 6، ماشي، هو عايز ايه؟ بيقول لك تعالى نضيف له 3 مول، ايه، 1 مول من ده، 1 مول من ده، نضيف له 3 مول من الهيدروجين، ما هو كل باي بوند بتتكسر بمول من الهيدروجين، فانا ضفت 3 يبقى كلهم هيبقوا مشبعين بالهيدروجين، يعني كله بقى ايه؟ كله بقى اتش،
بقى ساتيوريتد يا نجم، عندك ست كربونات ساتيوريتد، يبقى هيكسين، يبقى نورمال هيكسين. خلاص في النورمال هيكسين هي دي، يبقى هي دي الرايت تشويس. طيب تعال نشوف يلا سؤالنا اللي بعده ماله. Which of the following describes the illustrated compound؟ طيب بص يا باشا، كربونه 2 3 هما 3 كربون، الزحمه دي كلها اه، ونطلع لك هنا هيدروجينه وهنا هيدروجينه، فين يا مستر؟ ادي دي بوند ودي بوند، خلاص الكربون هو اللي مشارك بالاكس. طيب ما بين الكربونه والكربونه، بص اكس من هنا واكس من هنا بوند، واكس من هنا واكس من هنا بوند، فاهم حاجه؟ يعني كل اتنين واقفين انت اعملهم كده، كل اتنين واقفين انت اعملهم كده عشان تسهل لنفسك، فهنا دبل بوند، خلاص هنا دبل بوند. خلصنا من دي؟ اه بص دي مرتبطه باتش اي، ادي خارج منها اتش اي. طيب تعالى لي دي مالها؟ هنا واحده واكس واكس، يعني بص اكس واكس بوند واحد، يبقى بوند واحده اهي. طب وهنا بوند 2 3 اتش، بس هو ده الكلام. هو عايز يبقى which of the following describes the illustrated compound، هو ده الكومباوند. فهو بيقول لك it is a saturated hydrocarbon، اللي جابه لا عشان في دبل بوند. طب it is an isomer of the butene، هل ده ايزومر للبيوتين؟ بيوتين يبقى انا هضيف هنا كمان كربونه، فاهم حاجه؟ يبقى اربعه، لان طالما ايزومر نفس الموليكولار فورمولا فاكيد الاجابه دي كمان ايه؟ باي باي اتزحلقت. اللي بعده اتس دي كولرايزد البرومين سوليوشن، اه عشان عنده دبل بوند، فاهم؟ دي كولرايزد البرومين سوليوشن، يبقى دي اجابه صح. هل ده بروبين؟ الاجابه غلط، هو بروبين، فهمت؟ خلاص طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر، بيقول لك الايكويشنز بلو ريبريزنت الاديشن رياكشن. حلو حلو. ويتش اوف ذيم فيريفاي ماركونيكوف رول؟ طيب صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ماركونيكوف يا دكتور؟ اللي يكون عندي اي سيمتري، خلاص تعالى هنا الكربونه دي عندها اتش اي ودي عندها 2، حصل يبقى هنا واحد هنا 2، لما اجي اضيف اتش بي ار، الاتش تخش هنا والاكس تخش هنا، يبقى انا عندي ار سي اتش اكس صح، وهنا سي اتش 2 مع الاتش صح، يبقى ده بيوبي لماركونيكوف رول. خلاص طب هنا اهو، ادي هنا مفيش اتشات، هنا 2، فمفروض ان الاتشايه تيجي هنا والاكسايه تيجي هنا، يبقى اه سي ار 2 اكس، سي ار 2 اتش، غلط عكس. طب هنا نفس الكلام، ار 2 هنا اتشايه اهو، الكربونه دي مع اتشايه دي ما عندهاش، يبقى الاتش يجي مع الاتش والاكس ها يروح فين؟ يروح الناحيه دي، يبقى ار 2 اكس واتش، يبقى ده يبقى واحد وثلاثه معاك، يبقى واحد صح وثلاثه صح واثنين غلط، اه يبقى ايه هي الرايت ايه؟ ها يبقى ايه هي الاجابه المظبوطه؟ خلاص طيب معزوم جدا. يلا اخر سؤال ننهي بالفيديو بتاعنا الاولاني ده، وان شاء الله ينزل لك التاني. ان ذا فولوينج سيريز اوف الرياكشن، ادي السيريز بتاعت الرياكشن ديت، وات از ايوباك نيم اوف الزد؟ حاضر تعالى نروح للايوباك نيم بتاع الزد. اولا ده يا دكتور سي 3 اتش 7 او اتش، ها ده اسمه بروبا، مفروض بروبا نول، خلاص يبقى ده بروبا نول، واضح ليه؟ سي 3 اتش 7 او اتش بروبان، خلاص او اتش الفانكشنال جروب بتاعت الكحول، يبقى بروبانول. ان عملنا ايه للبروبانول؟ كونك سلفوريك اسيد ل 180 ديجري سليزيز، يعني عملنا اليمينيشن للووتر، يبقى احنا حولناه لايه؟ هيتحول لسي بوند سي بوند سي، خلاص وتقوم عامل دبل بوند هنا، فهمني؟ يبقى في واحده فيهم ايه دبل بوند، سواء لو كانت الاو اتش هنا، وهتكمل اتشاتك عاديه، وتكمل ايه اتشاتك عادي جدا هنا سي اتش 3. فهو ايه ادانا الايه الكومباوند ده، ده في دبل بوند، ضفت له البرومين ووتر، فهيحصل ايه؟ يبقى عامل سي بوند سي بوند سي اتش 3. هتضيف لي بقى ايه بقى؟ ركز معايا، عندك هنا اتشتين، اه طبق ماركونوكوف، مفيش ماركونوكوف لان هو بي ار 2، فهنا يبقى في بي ار وهنا في بي ار، وهنا اتش اي عاديه جدا وهنا اتش اي عاديه جدا. واضحه اللعبه؟ خلاص اذا انا عندي يا دكتور، هتقول لي يا مستر 1 و2 داي برومو بروبين، واضح واضح. ده بقى ضيف له كي او اتش، المفروض دي لسه ما خدناهاش الحته دي لسه في الالكحول، خلاص ليه؟ اللي هيحصل ان احنا لما نضيف الكي او اتش فهي دي هتخرج، الكي تاخد البي ار، يبقى عندي كي بي ار واو اتش تتضاف، ها كي تاخد البي ار واو اتش تتضاف، خلاص. فهي الفكره بتاعت التفاعل ده، لان احنا دي الحته دي لسه ما خدناهاش، المفروض ان هو هيروح لمين يا دكتور؟ ها هتقول لي يا مستر هينتج هنا سي بوند سي بوند سي اتش 3، فهنا عندي او اتش وهنا عندي او اتش، طالما ضفنا له الكلاين ميديوم، فهمتني؟ وهنا اتش اي، ده بقى المفروض نسميها، تقول لي 1 و2 داي هيدروكسي بروبين، خلاص يبقى 1 و2 داي هيدروكسي بروبين، خلاص تمام. عامة ده ما تقلقش منه، لو انت ما عرفتش تحله ده عادي، ده طبيعي، لان احنا لسه ما خدناش ديت، مش هنخترع، فاهم؟ فده سؤال سابق عنه شويه، فعادي خالص ما فيش مشكله، تمام؟ هنتوقف عند هذا القدر، يعني انت لو حليت لحد هنا صح، حل لحد هنا ما تطمنش الباقي، مش مشكله ما فيش مشاكل، خلاص كده تمام؟ هنتوقف عند هذا القدر، وان شاء الله الباقي ينزل لك في فيديو تاني. شكرا مشاهده، ربنا يوفقك يا رب، سلام عليكم.